إصلاح وشقيقاتها الثلاث، فتيات في ربيع العمر، لكنه ربيع مثقل بمرض وراثي استوطن أجسادهن الواحدة تلو الأخرى، فأقعدهن عن الحركة، وفي الوقت نفسه قتل في نفوسهن التواقة للحياة الأمل بالمستقبل، خاصة حين عجز الأطباء عن إيجاد علاج لهذا المرض الوراثي الروماتيزم، الذي لم يستثني أحدا من أسرة إصلاح المكونة من 10 أفراد سوى الأم وفتاتين، أما باقي أفراد الأسرة فقد وقعوا فريسة لهذا المرض، ابتداء من الأب جميل الشميري وانتهاء عند هذا الصغير. الحالة شكي، أنت شفت الحالة كيف يعني؟ تمام، هذو 4 بنات واثنين أولاد، وأنا حق أمك أنا الرابع، الأب الخامس، 4 5 6 من 7 مش الله، وهذو حقهم البتاياقة، هذو حقهم البتاياقة اللي اسمه العاقة كملنا. تمام، فقدنا، تعالجنا من مكان لا دكتور ولا دكتور، ما فيش فايدة يا سيدي، العلاج الوحيد هو الراحة النفسية، هذا اللي حصلنا بالإيمان. معاناة هذه الأسرة المتشحة بالألم والحسرة لا تنتهي هنا بل تبدأ، فالحاجة وقلة الحيلة ضعفا من مأساة هذه العائلة التي يعيش جميع أفرادها في بيت إيجار مكون من غرفتين لا فرش فيهما إلا اليسير، وثالثة فرشها أحد المحسنين للولد الأكبر الذي لا يستطيع الجلوس إلا على مقعد، ناهيك عن عدم قدرة السيد جميل على العمل بسبب إعاقته، وهو ما جعلهم يجاورون أشباح الجوع ويصارعون ويلات المرض بصمت، غير قادرين على شراء الدواء أو اللجوء إلى الآخرين لطلب المساعدة، ففيهم من الإباء ما يمنعهم من ذلك. ظروفي ربي ذلك في الظروف حقي، هذا الملح حقي كيفي تخرج ودخل دماء، وأنا برع هنا لا في فعل خير اللي فيه واحد من الله له الخير، وأنا روح الوحيد الشارع شحات، إنسان عزيز، والعزيز يعني ما أدري مش أقول حتى أنا اجتماع أشراب أجي أقول الواحد ما يقول لك تبيس، هتفضل أنت تمشي وأنت ماشي حالك. هذا هكذا تحسبهم أغنياء من التعفف، فحين كان السيد جميل يحدثنا عن معاناته كانت الدموع تحاول الهروب من عيني إصلاح لتفضح ما بداخلها من آهات، لكنها أجبرتها مرارا على التراجع خوف البوح بمكنونها. لكن أم إصلاح التي تعاني من مرض في القلب لم تستطع الصمت أكثر، ذاق بها الصبر وأنطقتها الحاجة. نشتي عملوا لنا هناك المحل هذا، وتعاونوا معنا بهذين الأطفال بمؤونتهن، هذا يعني وردت من الجملة وأني أطلب لهن، أقسم لك بالله وحياة عيالي شو ماني عادني سمك، عندي لهن حق الغداء المؤونة، أبوهن شوفك في حالته وعيالي شوفك في حالته، وأني لا حول ولا قوة إلا بالله، التقارير شوري لك وهن حقي حق القلب، انزل البراهيش تلقوا حق الملف هناك عادة ما تروح، الفراشة فقدي لي أسبوع من ما خرجت من المستشفى، إلى رقد ما حد يجي بالك أنت كراقد، لا أنت تقريب من مكلمك. رب داري بالحالة حقنا كيف هو أدرب من عنده أكبر من كل كذب. ومع ذلك فهذه الأسرة المأساة استطاع أكبر أبنائها رغم إعاقته أن يواصل تعليمه بتفوق حتى السنة الأخيرة في كلية التجارة، لكن المرض أجبره على التوقف لإجراء عملية جراحية في العمود الفقري ليحيط الهم به وبأسرته من كل اتجاه. جميل عز الدين، تلفزيون دولة قطر، صنعاء.